اهلا بحضراتكم على الهواء. الحقيقه واحده من المزايا الكثيره التي نجنيها من ثوره 25 يناير هي مساله التخلص من بعض المواد اللي كانت موجوده في الدستور. في كلام عن تعديل الدستور بالكامل، في كلام عن صياغه الدستور جديد، كل هذا الكلام مطروح وحصل حواليه حاله من الجدل الاجتماعي، وده شيء مهم وصحي، واختلاف الاراء ايضا شيء صحي، لان فكره الراي الواحد اللي كان موجود كانت دايما بتقلص فكره الديمقراطيه. نحن الآن أمام مجموعة من التعديلات الدستورية لبعض المواد التي اتفق على أنها مواد مذمومة، مواد كانت يعني تعطي سلطات مطلقة للحاكم، وأيضا كانت تفعل الكثير في مسألة الانتخابات البرلمانية والرئاسية وغيرها. ونحن أمام استفتاء سيجرى إن شاء الله يوم 19 مارس القادم للتصويت بنعم أم بلا على هذه التعديلات المقترحة من اللجنة التي شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتعديل الدستور. قبل ما نروح نقول أو لأ، أعتقد علينا أن نفهم إحنا هنقول على إيه أو لأ على إيه، مش كده دكتور؟ كده بالظبط. دكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري، مشرفت، أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا. والأستاذ صبحي صالح أحد أعضاء اللجنة التي شكلت لتعديل الدستور والمحامي المعروف، أهلا بك يا فندم. مرحبا. إزاي حضرتك؟ الحمد لله. الحمد لله. اولا دعنا نسال السؤال المهم، هو ايه اللي اجبرنا على تعديل هذه المواد واقتراح تعديلات لها وهي اللي مطروحه للاستفتاء يوم 19؟ يعني هو اولا يعني السؤال عن ايه اللي الجا لهذا، ومهم ايضا ايه هو الهدف بالتحديد من هذه التعديلات، وهل هي تحقق هذا الهدف ام لا. تمام. طبعا اللي الجانا لتعديلات اننا امام ثوره، وثورة أطلقها الشباب وانضم إليها الشعب بكل فئاته وطوائفه، وكان المطلب الأساسي هو تغيير النظام. تغيير النظام يعني لم يكن المسألة مطالب فئوية ولكن مطلب سياسي، وشعبنا اقتنع بأن كل المطالب وكل الإصلاح في كل مجال مبدأه أن يوجد نظام سياسي سليم. مطلب نظام سياسي جديد يقتضي تغيير الحكام، وقد خرج تنحى أو تخلى، وكل واحد تخلى الرئيس وبدأ يخرج باقي العناصر تخرج من السلطة. فكان واردا مراجعة الدستور لأن هناك نصوص كثيرة سيئة، ليس كل الدستور، أي دستور يعني فيه جوانب طيبة وجيدة. عندما نأتي للباب المتعلق بالحقوق والحريات يضع مبادئ جميلة، صحيح التطبيق سيء، التطبيق يرجع إلى التطبيق والإجراءات، وقد يرجع إلى القوانين التي تأتي تطبيقا لهذه النصوص. تمام. لأن نقول حرية شخصية، حرية كذا، على الوجه المبين في القانون، يأتي القانون ويجهده. فالعيب ليس في الدستور ولكن في هذه النصوص القانونية. باب مقومات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، باب سيادة القانون، دي كلها أبواب شايف أنها إيجابية ومفيش ضرر منها، أبواب جيدة قد تحتاج تعديلات بسيطة أو حتى بدون تعديلات، هي ضمانات كثيرة. طبعا في التطبيق لا نجد صدى لهذه النصوص. كويس. إيه بقى الهدف من التعديلات؟ نأتي أن هناك نصوص وهي متعلقة بتنظيم وسلطات يعني هيئات الحكم وبالتحديد السلطة التنفيذية والتشريعية، محتاجين تعديلات كثيرة، ووارد أن يمكن أن يوضع في هذه التعديلات الكثيرة في صورة دستور جديد. الدستور أي دستور جديد لن يكون جديد تماما، الأبواب المتعلقة بحقوق وحريات إلى آخره موجودة تطور إلى آخره، إنما جيدة. هذه الأمور تعديلات كثيرة، فنحن في حاجة إلى تعديلات كثيرة أو وضع دستور جديد. التعديلات التي تقرر إجراءها في مواد معينة هي المرحلة الأولى لوضع دستور جديد، ونحن في مرحلة انتقالية. الذين يقومون بالحكم الآن لا يريدون الاستمرار أكثر من مدة قليلة، وهذا نحن نصدقهم فيه، ولا نقارن بالوضع في سنة 52 شباب الضباط وحلية المسألة في عينهم وقعدهم، ولما حددهم فترة انتقالية حددوها بثلاث سنوات. الآن بتحدد بست شهور، فسبحان الله ثلاث سنوات بقوا 60. طبعا، والثلاث سنوات بقوا 60، هو امتدوا على الأقل أربعة عندما وجد أول دستور 56 واستمر 60. طبعا هتوقف عند هذه النقطة. حضرتك تفضلت وقلت إن هذه التعديلات
حضرتك بتراها خطوة أولى لتعديل كامل الدستور. لتعديل كامل للدستور، يكون تعديلات كثيرة أو وضع دستور جديد جزء منه هيوضع تقريبا زي هو أو تعديلات بسيطة، إنما جزء المتعلق بتكوين السلطات الحكم التشريعية والتنفيذية تكوينها واختصاصات. طيب ده التعديل. طيب أستاذ صبحي، حضرتك كنت أحد أعضاء هذه اللجنة المشكلة لتعديل الدستور. قبل ما نتكلم في التعديلات، حضرتك تقول لي اتفقتم كلجنة على إن إيه الفلسفة وراء التعديلات؟ احنا فلسفة التعديلات كانت محكومة بالهدف الذي من أجله تشكلت اللجنة. اللجنة تشكلت لوضع، هل حضرتك عبارات سهلة على مستوى المستلقي، تفضل، لوضع عتبة تصلح أساسا للبناء أو أنطرة تصلح وسيلة للانتقال من الشرعية الثورية بما تمثله من غياب المؤسسات بالكامل إلى الشرعية الدستورية التي تؤسس لنظام قانوني يشيد بمقتضاه مؤسسات دستورية. كويس. وبالتالي المنفذ الذي يحقق هذا الغرض أو البوابة أو العتبة التي تصلح للانتقال مدخلها العلمي الانتخابات، باعتبار أن الانتخابات هي الوسيلة العلمية التي توافق عليها العلماء والسياسيون باعتبارها الآلية المقبولة للتعبير عن إرادة الشعب. معنى هذا أن فلسفة التعديلات قائمة على حاجتين: الانتقال من شرعية الثورة إلى، إحنا بنعمل آلية الانتقال من الشرعية الثورية اللي هي غياب مؤسسات إلى شرعية دستورية بناء مؤسسات. كويس. يبقى حتى نستطيع أن نحقق هذا الهدف محتاجين حاجتين: واحد، تأمين آلية الانتقال، الآلية اللي هي الانتخابات. أيوة. تأمين الانتخابات، ولذلك كان الهدف الرسالة والمواد اللي احنا عملناها بتوصل للهدف ده، اسمه ضمان ديمقراطية ونزاهة الانتخابات. الحاجة التانية تأكيد السيادة للشعب. دول الهدفين اللي كنا بنشتغل عليهم. المواد اللي احنا عدلتها اللجنة 11 مادة، مظبوط، توزيعها 4 لتأمين انتخابات الرئاسة، 2 لتأمين انتخابات المجالس النيابية، الباقي المواد 4 أو 5 دول لتوكيد السيادة للشعب، لتأكيد السيادة للشعب. بمعنى الرئاسة 75 و76 و77 و139، دي لتأمين انتخاب مقعد الرئيس بديمقراطية ونزاهة حقيقية. تمام. والانتخابات النيابية 88 و93، توكيد السيادة للشعب، إلغاء 179، تعديل 148، إضافة فخرة 189، إضافة 189 مكرر، إضافة 189 مكرر واحد. الأمان اللي احنا حققناه في الانتخابات تمثل في 1، تأمين الآلية اللي هي جداول مستقاة من الرقم القومي غير قابلة للتحريف. كويس. التصويت ببطاقة الرقم القومي غير قابلة للتكرار. مظبوط. 2، هيمنة قضائية على مجمل العملية الانتخابية، قضائي خالص من الجداول حتى إعلان النتيجة. كويس. 3، جعل الفصل في صحة الطعن اختصاص محاكم وليس اختصاص المجلس، المجلس بالسيد قراره. والنبي الجمله اللي يعني كانت معلمه على وشنا، الجمله اللي معلمه على وشنا سيد لم قراره. يعد المجلس سيد قراره، اصبح الحق يقرره القضاء. طيب انا اسف، هل وصلني النهارده معلومه ان المجلس الاعلى للقوات المسلحه عبد الاختصاص فيما يتعلق بماده 193؟ لا، 93 فقط، 93 اللي هي دي اللي هي الفصل في الطعون، انتقلت من المحكمه الدستوريه الى محكمه النقض، واعتقد ده منطقي. لا، هو مطلب معظم القضاء. لا، هو مطلب قضاة النقض. أيوة، كان مطلب مشروع ولا لا؟ لا، هم القضاء بالنسبة لي أنا أو بالنسبة لحضرتك أو بالنسبة لأستاذنا الدكتور عاطف، هو النقل القضاء من قضاء طبعا. يعني من يعني احنا ما نقولش فينا الأولى ولا فينا أحسن، لكن احنا لما في اللجنة لما كنا بنبحث في المؤامرات طبعا بمنطقية الأحسن. يعني أنا منطقي، بس فكرة عندما طالبوا بذلك وهو في النهاية المحكمة الدستورية قضاء والمحكمة النقض قضاء، بس في النهاية كان عندهم منطق في هذا النقل. منطقهم إن هم أصحاب الإرث السيء، فلماذا لا تعطيني الفضل؟ عندما يعني لما كانت منيله كانت عندي، لما تحسنت تاخدها، ما تسيبني بقى اعبر عن نفسي. لما المناخ تحسن تاخدها نضيف سيبها لي. لكن احنا لما وديناها الدستوريه كنا موديناها من موائمات، يعني القضاء ده اقرب لده من ده بس. لكن القضاء بالنسبه لنا كله وكلهم محل تقدير واعتبار وكلهم موضع ثقه الشعب، ما عندهاش اشكاليه. طيب. هو نقلها للقضاء ايا كان الجهه القضائيه، هذا مكسب، هو امن في كل حال، لان تنتهي طبعا فكره سيد قراره سواء مجلس الشعب او الشورى، لا يفصل هو في صحه عضويه اعضائه، لا يفصله هم. نقلها الى النقد،
أو إلى المجلس الدولة أو إلى المحكمة الدستورية العليا، هذا مكسب بلا شك. كويس. يعني قيلت عدة أراء في وقت مناقشات هذا، قيل الرأي بأن يكون للنقد وحجته أنه كان لهم اختصاص. لا أقول أن المسألة كانت لمحكمة النقد، لأن نقلها إلى المحكمة الدستورية أو غيرها ليس أخذا من محكمة النقد، لأن كويس. محكمة النقد كانت طيب بس في نهاية التعديل اللي احنا أمام دلوقتي أنه باختصاص محكمة النقد. نعم. ووجد رأي آخر، وأعتقد أن حججه يعني واردة ومهمة، أن هذا الاختصاص يكون لمجلس الدولة في المحكمة الإدارية العليا، لأن هذه مسائل مجلس الدولة حكم في كثير من مظاهرها قبل الانتخابات. طيب بس على كل الأحوال دي جدلية قانونية. نعم. يعني العوام من الشعب قاعدة المؤامرة. تمام. نحن بس المهم المواطن يفهم انه هيقدم ضاعت عوافي. ايوه خلص. هو ده السؤال المهم. نحن بسعيدنا ان تكون للقضاء وليس لما يسمى ده متفقين عليه، وعشان كده بقول لحضرتك. نعم. يعني يمكن دي تهم السادة القضاء. نعم. لكن بالنسبة للمواطنين المهم انها تخرج برا المجلس، تروح بقى للقضاء في المحكمة دي. نعم. والمحكمة دي مش قضيتي. نعم. كمواطن. وانت حضرتك تقصد الان ان المواطن عندما يطعن صحته العضوية يتوجه لمحكمة النقد بناء على هذا التعديل. ايوه صحيح. هو ده عشان بس انا بحاول. وخلال 30 يوم انا بحاول قدر الامكان انا بكمل لك، ان انا على الاقل كمواطن ابقى عارف انا يوم 19 نازل اعمل ايه، نازل اصوت. صحيح. على ايه، استفتي على ايه. اكمل لك حاجه بقى. اتفضل يا فندم. هيصوت على، هل انت السؤال للمواطن، هل توافق على ان تجعل الانتخابات مامونه برقم قومي بحراسه قضائيه بطعن امام القضاء ولم يعد المجلس سيد قراره؟ هذا السؤال الاول. وبيخدم عليه زي ما قلت لحضرتك ست مواد. كويس. الخمسه التانيين، هل توافق على اننا بمجرد انتخاب المجالس التشريعيه تنشئ هذه المجالس بطريق الانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور كامل جديد؟ دستور كامل جديد خلال سقف زمني مداه 6 أشهر، بحيث أن الرئيس اللي جاي ما يبقاش صاحب ولاية ولا وصاية ولا رأي. تمام. والمجالس بتنشئ جمعية تأسيسية مستقلة عن المجالس اللي انتخبتها. فالفكرة الثانية، السؤال الأول ضمانات الانتخابات، السؤال الثاني جمعية تأسيسية منتخبة مستقلة عن المجالس ومستقلة عن الرئيس، تضع دستور كامل للبلاد في مدى زمني أقصى 6 أشهر. اللي موافق على المطلبين دول يقول نعم، اللي مش موافق على الطلبين دول يقول لا. بهذه البساطة هي دي فكرة. عشان كده قلت لحضرتك هم 11 مادة بيخدموا على الهدفين دول. 4 و2 و5. أربعة واثنين. ممكن تعيد لي تاني السؤالين؟ أربعة السؤالين. السؤالين اللي هو حضرتك بتقولهم دلوقتي، كل رجل وامرأة وشاب وشابة مطلوب منه نازلين يوم 19 يقول كده، يقول ولا على السؤالين دول. اللي هو اتفضل، هل توافق على ضمان الانتخابات على شكلها المحدد في المواد الست دول، شكلها اسمه انتخابات برقم قومي بجداول من الرقم القومي بإشراف قضائي كامل بحراسة الجيش والشرطة بجداول لا تقبل التزوير وبطاقة لا تقبل التكرار؟ فإذا كان هناك طعن على النتيجة يفصل فيه القضاء وليس المجلس. ده السؤال الأول. كويس. اللي عاجبه الصورة دي يقول اللي مش عاجبه الصورة دي يقول لا. السؤال الثاني، هل توافق أن أول مجلس منتخب يختار من بين أعضائه جمعية تأسيسية مكونة من 100 عضو تضع الدستور؟ وعلى فكرة لأول مرة في تاريخ مصر جمعية تأسيسية بالانتخاب. بالانتخاب كانت دايما بالتعيين. طبعا ده أستاذ المادة كلها كانت بالتعيين لأول مرة للحكومة منذ دستور 23. كل حاجة في مصر يا دكتور كانت بالتعيين. لا، من أيام الملك فؤاد. كل حاجة في مصر كانت بالتعيين. ولذلك أنا بقول بنبه عشان يبقى السؤال واضح، لأول مرة في تاريخ مصر أن تنشأ جمعية تأسيسية بالانتخاب تضع دستورا كاملا من ألفه إلى يائه. هذه الجمعية بعيدة عن المجالس وبعيدة عن الرئيس ومستقلة في قرارها. تنتج دستورها يطرح للاستفتاء العام، يصبح ساريا ونافذا في حق الجميع بمجرد قبول الشعب. وفي مدة لا تزيد عن سنة ونصف. لا تزيد عن 6 أشهر كلها. بعد بالاستفتاء بكله؟ الاستفتاء 15 يوم. يعني وخلي بال حضرتك 6 أشهر السقف العلوي، يعني يجوز 4 يجوز 2 يجوز 1 فور الانتهاء. يعني هو يخلص بما لا يجاوز 6 أشهر، ممكن في شهر، ممكن في 2، ممكن في 3، ممكن في 4. ولذلك يبقى احنا حققنا مطالب الثورة. نعم، الثورة كانت عايزة ديمقراطية وكانت عايزة دستور جديد. الديمقراطية آليتها الانتخاب، الدستور الجديد جمعية تأسيسية منتخبة. طيب انا هسأل سؤال.